من الجميل أن نشوف البيئة في الكويت الكل فيها مجتهد عشان يحافظ عليه، ولكن الأجمل إذا شفنا الشباب والشابات يساهمون في هذا الموضوع. زميل كريم، صحيح عيد، وبنتعرف أكثر طبعا على المبادرات البيئية ومن بينها مشروع أمنية. مشروع أمنية البيئي مع آية بدر المنسق العام لتطبيق أمنية، حياك الله معنا. الله يحييك سعداء بتواجدك معنا. ودي بالبداية تكلمينا عن مشروع أمنية وتطبيق أمنية، عطينا فكرة عامة. تمام، مشروع أمنية هو مشروع بيئي غير هادف للربح. احنا موجودين من سنين طويلة، بس بسنة 2023 خلينا نقول أنه صار في تغيير بسيط بالمشروع اللي هو دخل التطبيق مال أمنية. مشروع أمنية اليوم متواجدة بأكثر من 60 موقع حول الكويت بست محافظات. التطبيق هو نبي نسهل على الناس مكان تواجد أمنية، يعني التطبيق أول شيء بنيناه على أكثر سؤال احنا نسأله، أنه وين حوياتكم موجودة أو شلون احنا نقدر نوصل لكم. التطبيق وايد سهل، بنيناه على نفس طريقة وسائل خلينا نقول التواصل الاجتماعي اللي هو التيك توك والانستغرام، فأي حد لما ينزله ويستخدمه راح يشوف أنه هو وايد سهل وبسيط. حتى أول ما يفتحه راح يطلع له خريطة دولة الكويت وفي كل مواقع الحاوية بالضبط، يقدر يضغط على أقرب حاوية له وتلقائي راح يطلع له اللوكيشن حق أقرب حاوية حقه، وراح ياخذه على طول يا على جوجل ماب أو كويت فايندر. احنا اليوم أول حاويات نتعرف على هالبرنامجين اللي هو كويت فايندر وجوجل ماب. نعم ما شاء الله، أنا قاعد أسترجع بالذكريات فأذكر أذكر الله الحاويات اللي مكتوب عليها أمنية، فقبل كنت كان عندي استفسارات على الموضوع هذا، فسبحان الله اليوم فرصة سعيدة أن أكون فيك ونوضح هذا المجهود اللي يقومون فيه في عملية تطبيق أمنية. أنا ودي أتكلم عن إعادة تدوير الخوذ البلاستيكية اللي قبل فترة عملتوها. الخوذ البلاستيكية صارت خلينا نقول عن طريق الصدفة. كان عندنا تعاون مع البي آي سي قبل فترة، والتعاون هذا خلينا نقول بطل لنا بيبان وايد حلوة. بعد التعاون اللي هو كان مع الإفطار صائم، تواصل معنا الأخ محمد المنيس بوسليمان وعبد الملك العثمان، قالوا لنا أن ترى إحنا عندنا وايد خوذ، واكتشفنا معهم معلومة وايد جميلة أن الخوذ لها تاريخ صلاحية بالاستخدام. إذا كانت جديدة فحدها 5 سنين من إنتاجها تنتهي، ومع الاستعمال يقل مدتها من 2 إلى 3 سنوات، ويضطرون أن هم يبدلونها حق الأمن والسلامة. فحصروا الأرقام وبعدين رحنا الاجتماع وشفنا الكمية، والكمية الحمد لله كانت مجدية، ووديناها حق مصانع تعيد تدويرها تطلع منتجات جديدة اللي هي تكون البوتات ملوت الزرع، وفي شيء يدخل بالبناء وأنا أول مرة عارفة اللي هم يسمونه البسكت، مثل عجلة معينة بالبناء يستخدمونها من البلاستيك المعاد تدويره اللي هو يكون الهيفي البلاستيك الثقيل نفس الخوذ البلاستيكية. حلو، كلمتينا آية عن الأبواب المفتوحة، وهذا يمكن ياخذني لسؤالي الثاني، شنو مشاريعكم القادمة؟ هل في تعاونات؟ هل في مشاريع مثلا قاعد تشتغلون عليها بترنور قريبا؟ بصراحة اليوم بلشنا أول مشروع إن شاء الله حق هالسنة، يعني الدراسية الجديدة اللي هي أمنية مدرستك. أمنية مدرستك هي برعاية وزارة التربية، بلشناها العام، كانوا مسجلين معنا 48 مدرسة حكومية من بنين وبنات من رياض أطفال إلى ثانوي. كانت المسابقة كانت خلينا نقول مثل بايلوت بروجكت بسيط، نبي نشوف شنو لوين وصلوا المدارس بالمعلومات بعد خصوصا بعد الكورونا. فاكتشفنا وايد أشياء حلوة بصراحة، وسجلوا معنا مثل ما ذكرت لكم 48 مدرسة، وخلال شهرين جمعنا 150 طن بلاستيك. ما شاء الله. وكانوا المدارس بهذاك الوقت هم اللي يوصلون البلاستيك للحاويات تبعنا، مو احنا اللي كنا نستلم منهم. فحاليا احنا اليوم فتحنا باب تسجيل أمنية مدرستك الثانية، والعدد محدود جدا، فاحنا وايد قاعد نقول حق المدارس لحقوا، نبي نسكر لعدد معين عشان نقدر نعطي كل مدرسة حقها مثل ما يقولون. أنا شفت الصور قبل شوي، بس المخرجة فهد أبو عبد الله، بس لو تعيدها تكرما بس بعلق عليها. إيش هذه المشاركات الطلبة؟ أنا شفت الزهرات قبل شوي، الطالبات أعتقد كانوا متوسطة أو شيء كذي، وهم سعيدين بالصورة، يعني
شيء حلو. هذا يقودني للسؤال، عملية رغبة الناس، هذه الصور اللي أبيها، أيوة أعطيك العافية. شوفوا وناستهم وزهراتنا عسى الله يحفظهم في العملية، شو مبتسمين، شلون الرغبة معاكم، شوف تعاونهم معاكم؟ رغبتهم وايد جميلة، خصوصا خلينا نقول أن إحنا كل مدرسة تعاملنا معاها شخص لشخص، يعني 1-to-1 تعاملنا معاهم، يثلج الصدر مثل ما يقولون. معلوماتهم وايد زادت، خلينا نقول الكورونا علمت وايد ناس، الشباب تغيروا. خلينا نقول احنا العام امنيه مدرستك الاولى اول مره تفوز ثانويه بنين بالمسابقه، خذوا المركز الاول اللي هي ثانويه صلاح الدين الايوبي بجنوب السره. حماسهم كان وايد حلو، وفي واحده من التغطيات اللي احنا سويناها بحفل الختام كانوا يسألون الطلبة، يعني الطالبات والطلبة، يقولوا لهم ما فزتوا بالمركز الأول، تفوزون السنة الجاية؟ فجوابهم كان بروحه يونس، كانوا يقولون مو مهم، عادي، إحنا ما نبي نفوز بالمركز الأول، إحنا جايين عشان نبين حق كل الكويت ترى إحنا اليوم مهتمين بهالشيء، لأن نبي نسوي هالشيء حق الكويت، إحنا ما نبي نسويه عشان نفوز بالمركز الأول. فهذه الإجابة بحد ذاتها هي تثلج الصدر بصراحة. فعلا تعتبر إنجاز أيضا. ممكن هذا بعد يأخذني السؤال الثاني اللي هو عن مستوى الوعي، هل تحسين أنه زاد بالفترة الأخيرة خاصة بين فئة الشباب إذا نقدر نقول؟ إيه، زاد وايد بكمية وايد كبيرة، لدرجة أن اليوم صاروا الشباب هم اللي يكلمون جهاتهم أن نبي نشارك، ليش أمنية مو موجودة عندنا؟ مثل الجامعات، جامعة الكويت اليوم الطلبة يقولون ليش أمنية مو موجودة بالإجدادية مثلا؟ فصاروا هم اللي فتحوا لنا البيبان على هذه الجهات. جميل. فهذا أكبر دليل أن أنا أقول لك أن إيه الوعي زاد، طبعا زاد بنسبة وايد كبيرة. شنو الوسائل اللي توصلكم للجمهور؟ فرصة لجامعة الكويت، أنتم موجودين وإن شاء الله تكونوا موجودين أيضا للجامعات الخاصة وغيرها. الوسائل هي أول شيء وسائل التواصل الاجتماعي وتواجدنا بالإيفنتات اللي مختصة بالبيئة، يعني احنا اليوم نعتذر على كل من كان يكلمنا ونعتذر ان احنا نكون موجودين، لان احنا اليوم أمنية في مجال معين، يعني مثلا ما اكون متواجدة بكل المعارض لان في معارض مو مختصة بمجالي انا كبيئة، فحتى اللي ما راح يعطيني اهتمام انه هو حتى يوقف ويسمعني. صحيح. حتى لو هو مهتم حق هالشيء، فاليوم تواجدنا بالاماكن الصح قاعد تساعد الناس ان هي تتكلم معنا. اليوم حتى شلون أشرح لك إياها بصراحة، الكل قاعد توصل له المعلومات، مثلاً في ناس توصلها بالتيك توك، في بالإنستغرام، في بالواتساب، في بالأخبار مثل ما يقولون لما نطلع بالمقابلات. تواجدنا بالتواصل الاجتماعي زاد الحمد لله، واليوم إحنا حتى التفتنا على شريحة كبيرة ما كنا ملتفتين لها بالفترة هنقول اللي طافت اللي هي الجاليات بالكويت. حصرنا شفنا أكبر جاليتين اللي هي الهندية والفلبينية، فبلشنا بالذكاء الاصطناعي نحول رسائلنا من عربي وإنجليزي للأوردو والتقالو. ما شاء الله عليك، حتى الذكاء الاصطناعي استخدمته. استخدمناه إيه. وحتى أساساً راح تلقى في رسائل تلقاها بالإنستغرام، في رسائل قمنا نروح لهم بمواقعهم هم، يعني عندهم على الفيسبوك مثل حسابات خاصة، فنعطيهم الفيديوهات وقاموا ينشرونها. أكيد طبعاً جهود تشكرون عليها، وطبعاً يشكرون عليها أيضاً شباب الكويت. كل الشكر لك آية على وجودك معنا، شرفتينا. حبيبتي الشرف. يعطيك العافية، ما قصرتم، موفقين إن شاء الله في برنامجكم هذا، البرنامج مميز أمنية. على وين الحين زميلتي؟ عيد من البرامج التدريبية أكيد راح نروح حق الأمانة العامة للأوقاف، وقدمت برنامج للمقبلين على الزواج تعرفهم على أهمية الأسرة ودورهم في بناء أجيال المستقبل. مشاهدينا نشوف معكم التقرير ونرجع لكم.